باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بإذن الله نتكلم في الكام محاضرة الجايين على موضوع العادات. كل واحد مننا متعود على بعض أمور في حياته، بعض عادات في حياته، في منها ما نسميه بالعادات العادية، في عادات أخرى بنسميها عادات جيدة ونافعة صالحة وبناءة، وفي أيضا عادات رديئة أو عادات سيئة. يبتدي الإنسان يتعب أو يحصل الصراع جواه إمتى؟ يا إما هو عايز يقتني عادة جيدة ومش عارف، أو عايز يتخلص من عادة رديئة وده صعب عليه. يعني كلنا في حياتنا حبينا نقتني عادات جديدة، وربما خدت وقت ومجهود وتعب، وربما البعض مننا ما قدرش او ما زال بيجاهد في اقتناء عادات جيدة، والبعض مننا عنده عادات رديئة بيحاول انه يتخلص منها وبيجاهد انه يتخلص منها، ربما لسنين هذا عددها ومع ذلك مش قادر يتخلص منها. ففي المحاضرات دي هنناقش كذا نقطة. هنناقش النقطة الأولى كيفية تكوين العادة in general، إزاي الواحد بيكون عادة سواء عادة جيدة أو عادة رديئة. وبعدين هنتكلم على تكوين العادات الرديئة، إزاي بتتكون. وبعد كده نتكلم على كيفية النصرة او التغلب على العادات الرديئة. لو واحد عنده عادة رديئة ازاي ينتصر عليها ويتغلب عليها. وبعدين نختم بكيفية تكوين عادات جيدة. طب لو في عادات جيدة ازاي اقدر اكونها. فدي سلسلة المحاضرات اللي هنتكلم عليها بمشيئة ربنا. نبتدي باول حاجة، ازاي اي عادة بتتكون. كلمة عادة ان واحد متعود على حاجة. فازاي الواحد بيتعود على حاجة؟ بالتكرار. لما الواحد يكرر اي امر مرة ومرات بتبقى جزء من طبيعته، جزء من تكوينه، بيتعود على هذا التصرف. علشان كده لو طفل صغير ابتديت تعوده على انه يعيد نفس التصرف او نفس الفعل، هتلاقي التصرف والفعل ده بإعادة في حياته. ومن هنا في التربية بنؤكد على غرس العادات الجيدة في الأطفال منذ صغرهم. يعني مثلا لو انت عمرك معودت ابنك على انه يصلي، وابتديت في سن 15 سنة 13 12 سنة ابتديت تقول له اهمية الصلاة، هيبقى صعب ان هو يتعود على انه يصلي. لكن لو هو من وقت ما هو طفل صغير انت عودته على انه يقف يصلي، فبقت دي عادة. فلما يكبر هيلاقي ان الصلاة بقت جزء من طبيعته. ولو فاكرين في محاضرات التربية كنت قلت لكم بنقسم مراحل التربية او غرس العادات في الاولاد الى
ثلاث مراحل. اول مرحلة بنسميها مرحلة ماذا، تاني مرحلة بنسميها مرحلة كيف، وتالت مرحلة بنسميها مرحلة لماذا. اقصد ايه ماذا كيف لماذا؟ في اول 6 سنين بغرس في العادات اللي انا عايز اغرسها، فبنقول ما هي العادات اللي انا اريد غرسها في هذا الطفل. ما بركزش على الكيفية ازاي بيؤديها، لكن مثلا هنصلي، فحتى الطفل لسنه 3 سنين 4 سنين 5 سنين بوقفه يصلي معايا. اي نعم في هذه السن هو لا يتقن الصلاة، لكن انا عايز اغرس في السن ده ان في حاجة اسمها صلاة، في حاجة اسمها صوم، في حاجة اسمها اعتراف. تقولي في السن ده، اقولك اه مش مهم، بس انا عايز اغرس فيه العادة نفسها، مش مهم كيفية الاداء. يعني مثلا هنقول البيت صايم، فاحنا صايمين، انما الولد الصغير ده 5 سنين ممكن يغفلني وياخد شوكولات، اتس اوكي هعديها، لكن انا باكد على مبدأ ايه، ان احنا صايمين، احنا صايمين. ففي حاجة اجي المرحلة التانية من 6 سنين لاتناشر سنة، دي مرحلة بنسميها كيف، بعوده بقى، بعلمه ازاي يصلي صح، ازاي يصوم صح، ازاي يعترف صح. فعلى سن 12 سنة مفروض يكون انا غرست فيه كل العادات اللي انا عايز اغرسها فيه، ويكون على سن 12 سنة اتقنها. هيكون ايضا استفاد من العادات دي وعرف فايدتها لحياته، عرف فايدة الصوم، فايدة الصلاة، فايدة الاعتراف، فايدة التناول. فلما يجي من سن 12 يقول لي ايه اهمية الصوم، ايه اهمية الصلاة، دي بقى فترة لماذا بشرح له. وهنا الشرح هيبقى سهل جدا، لان هو اختبر بنفسه اهمية الصوم والصلاة والاعتراف والتناول. فعلشان كده لما بشرح له بقول له اه دي مفيدة عشان كذا وكذا، فهنا هيقتنع بسهولة. ودي اخر مرحلة اللي هي من 12 ل18 مرحلة لماذا. انما كتير من الاباء ما ياخدوش بالهم وينتظروا لغايه سن 12 18، في المرحله دي من 12 ل18، وبيبتدوا عايزين يغرسوا العادات في الفتره دي، وبينسى ان هو لمده 12 سنه قبل كده ما تعودش على السلوكيات دي، فبيبقى صعب عليه تقول له صوم. طب ازاي بعد 12 سنه عمره ما صام، ازاي يبتدي يصوم، ازاي تجي له بعد 12 سنه تقول له اعترف هو عمره ما اعترف. من هنا لما بنغرس العادات دي في سن مبكرة وبخليه يكررها وكل سنة، وبعد كده كيف يتقنها، لما بشرح له لماذا هو بيقتنع وبيستمر بهذه العادات الجيدة بقية حياته. ده بالنسبة للأطفال، أنا بعوده من خلال التدريب والتمرين انه يعيد نفس التصرف. مثلا لما عوده ان هو لما يغلط يعتذر ويقول انا اسف، انا بعوده. في ناس مثلا كبار تلاقيه لما يغلط صعب جدا جدا انه يعتذر، كتير بنشوفها في المشاكل الاسرية، صعب انه يعتذر لانه ما تعودش من هو صغير انه يقول ان انا اسف. لو عودناهم ما كانش تبقى مشكلة لما هو يكبر. بالنسبة للكبار تكوين العادات بياخد مجرى تاني، يعني بالنسبة للأطفال تكوين العادة بيبتدي بأن أنا بخليه يكرر نفس التصرف أو بدربه أنه يكرر نفس التصرف. لو هو عايز مثلا كوباية مية أعلمه يقول من فضلك، فلما كل مرة بعلمه ان يقول من فضلك انا عايز الشيء الفلاني، خلاص هو اتعلم بالطريقة دي، فبيتعادى عنده ان هو لما يطلب حاجة يطلبها بطريقة مهذبة، يقول من فضلك انا عايز الشيء الفلاني. بالنسبة للكبار بتبتدي بفكرة، فكرة سواء الفكرة دي
يحطها الشيطان في ذهني فتنتهي بعادة رديئة، او الفكرة دي يحطها ربنا الروح القدس في الكنيسة بسمع على فكرة معينة في ذهني، خادم مدارس الاحد الاب والام في البيت فتبقى فكرة جيدة، او فكرة باخدها من الاصدقاء بيقولوا لي عليها، فكرة باخدها من وسائل الاعلام، فكرة جديدة. الفكرة الجديدة دي الواحد بيبتدي يفكر فيها، يعني احيانا مثلا تلاقوا في فيلم تصرف معين حصل او تعبير معين استخدموه، تعبير معين ده تلاقي الناس تتكلم عليه، فاتنقلت من مجرد فكرة الى ان ابتدت ايه اهتم بالفكرة دي اللي بنسميها بالانجليزي consideration، ان انا بهتم بالفكرة دي بتعجبني. تلاقي احيانا تعبيرات كده تطلع وتنتشر وبعد كده الناس يبتدي يقولوها كجزء من العادة، وبعدين يترست تشوفتها ابتدت فين، ابتدت مثلا في فيلم وبعدين الناس عجبتهم ابتدوا يتنقلوها ابتدى يستخدمها يكررها بقت عادة عنده ابتدى يقولها، فتبتدي بفكرة وبعدين الفكرة دي تجد قبول عندي، تجد قبول عندي، ممكن تبقى فكرة رديئة وتجد قبول عندي، او قبول من حيث حب الاستطلاع، زي مثلا عادات زي بتاعت شرب السجاير مثلا، فتلاقي واحد يقول لك طيب ليه ما جرب، حب الاستطلاع، اشوف اللي بيشرب سجاير ده بيشعر بايه، ويضحك على نفسه او يعني فكره يخدعه يقول له لا انت عمرك ما هتقيه، انت مجرد تشرب مرة واحدة وخلصت على كده. دي عادة في العادات الرديئة بيجي فكر معاها علشان الانسان يقبله، يقول لا انا مجرد هجرب مرة بس من حب الاستطلاع مرتين ثلاثة، لكن وقت ما انا عايز ابطل هبطل، عمر ما دي هخليها تتحكم عليا، وده خداع، ده خداع. بعد كده الانسان يبتدي يجرب بقى، يعني ابتدت فكرة، اهتميت بالفكرة، ابتديت انفذ الفكرة دي، ابتديت انفذ الفكرة، لما ابتديت انفذها وكررها مرة واثنين وثلاثة اتحولت لعادة، اتحولت لعادة. وبالنسبة للعادات الرديئة بعد ما بتتحول لعادة بتتحول الى قيد، قيد استعباد، بقيت عبد للعادة دي. وطبعا العبودية هنا للعادة فيها نوعين، في عبودية نفسية وفي عبودية عضوية. اقصد ايه؟ يعني احيانا ان انا نفسيا ببقى مرتاح، زي مثلا اللي بيشرب سجاير نفسيا مرتاح ان هو يشرب سجاير، لان النيكوتين في الجسم بيديله احساس معين وهو عايز الاحساس ده يبقى موجود. انما في بعض زي المخدرات وكده بيبقى فيه بنسميها physical dependency، يعني الجسم actually بيعتمد على المادة العضوية دي، بيعتمد عليها اعتماد عضوي. وحتى في علاج الادمان ما يقدرش يروح يسحبه منه مرة واحدة، لازم يسحبه منه بالتدريج. فيبقى لو الفكرة وجدت ارض خصبة في ذهني وانا ابتديت اهتم بالفكرة دي وابتديت اكرر الفكرة دي انفذها واكررها لان بعقلي قبلتها، وبعدين بمشاعري ابتديت اشعر بلذة معينة في تطبيقها، فاللي هيحصل ان في الاخر العقل قبلها
والمشاعر اعتمدتها وافقت عليها لان ادت نوع من انواع اللذة، وبالطريقة دي اني بقت عادة، تكونت عادة عند الانسان. علشان كده الانسان المسيحي لابد يكون حريص جدا في حراسة فكره وكشف فكره. لو انت دققت في كل فكر يدخل الى ذهنك، زي ما بولس الرسول يقول نسبي كل فكر الى طاعة المسيح، كل فكر الى طاعة المسيح، عمر ما الانسان ينتهي بعادة رديئة. لكن ليه بعض مننا عندهم تكونت عادات رديئة؟ لان الفكر قبلها، المشاعر وافقت عليها، الانسان ابتدى ينفذها، ولان وجد نوع من انواع اللذة فيها ابتدى يكررها، ومع التكرار وصل الى مرحلة العادة او مرحلة العبودية. وهنا يقولوا لنا خبراء علم النفس ان الفكرة مش بس بتبقى موجودة في العقل وموجودة في المشاعر، انما ايضا تدخل الى اللاوعي subconscious. يعني الفكرة عقلي بيقبلها، مشاعري بتتجاوب معاها، وبعدين بتتسجل في اللاوعي بتاع الانسان، ومن هنا بتخرج كرد طبيعي natural response natural reaction، بتخرج كرد طبيعي وتتحول الى عادة في حياة الانسان. ده تقريبا ازاي اي عادة بتتكون. لكن عايز اتكلم بصفة خاصة على تكوين العادات الرديئة، لان كتير مننا بيعاني من بعض عادات رديئة في حياته، واحيانا بيعاني منها لسنين طويلة وما بعرفش اتخلص منها. فلو احنا فهمنا كويس كيفية تكوينها نبقى على الاقل حذرين، ونقدر كخدام نحذر اولادنا من سن الصغير، علشان لو هو حرس الفكر بتاعه وما سمحش لاي فكرة خاطئة تدخل، مش هيوصل الى العادة الرديئة في الاخر. تكوين اي عادة رديئة بتبتدي بفكرة، فكرة خداع من الشيطان، فكرة خداع من الشيطان. الشيطان يستخدم طريقة الخداع، لان انا لو جيت قلت لك ده سم اشربه هترفض، لكن لو جيت قدمت لك السم ده في العسل وقلت لك عليه ان هو ده حاجة كويسة وحاجة مفيدة هتقبل ده مني. ده اللي بنسميه الخداع. ايات كتيرة في الكتاب المقدس تبتدي بكلمة لا تضلوا. بالانجليزي لا تضلوا معناها do not be deceived، ما تخليش الشيطان يخدعك. اكشولي من القاب الشيطان ان هو المضل، المضل. فالشيطان ازاي يقدر يوقع الانسان في عبودية عادة رديئة؟ نضحك عليه، يضلله. هو وقع امنا حواء ازاي؟ ضحك عليها، خدعها. واحنا في القداس الالهي نقول وعندما سقط بغواية الحية، الغواية ده اللي هي الخداع، عندما سقط بغواية الحية ضحكها، ضحك عليها، قال لها ان ربنا مش عايز مصلحتك، انا خايف عليك انت وادم وانا عايز مصلحتكم. قال لها كده بالظبط، قال لها الله عارف انكما تصيران مثل، لو انتوا اكلتوا من شجرة معرفة الخير والشر هتصير مثل الله. ده الخداع.
وكأن ربنا كأنه خايف ان ادم وحواء يبقوا زيه، والشيطان هنا بقى كصديق مخلص رايح لادم وحواء ويقول لهم لا، ده ربنا مش عايزكم تبقوا زيه، روحوا وكلوا من ده من الشجرة دي هتبقوا زي ربنا. حواء تقول له ده ربنا قال لو هتمسوه تمسوا الشجرة دي او تاكلوا منها هتموتوا، يرد الشيطان بكل قوة يقول لها لن تموت، لن تموت، ده خداع، لن تموت. بدل ما يقول ان السم ده هيموت قول لا ده مش هيموت، ده بالعكس ده مفيد، ده هيخليكوا زي ربنا، ده الخداع. فالخداع دايما الشيطان يوقع الانسان بالخداع، يقدم اي فكرة زي المخدرات زي الدراجز زي البرونوغرافي، كل الحاجات دي بيقدمها بطريقة خادعة للانسان، والانسان المسكين اللي مش حريص ممكن يقع في الفخ ده. والشيطان احيانا يخليك تقتنع ان الفكر دي منك انت مش منه، يعني يجي يحط فكرة في ذهنك ويقنعك ان دي فكرتك انت، لان انا لو عرفت الفكرة دي جاية من الشيطان مش هقبلها، فيقنعك ان دي فكرة منه. او احيانا الشيطان يتجرأ ويقنعك ان الفكرة دي ممكن تكون من ربنا. بولس الرسول قال عن الشيطان في كرونسس الثانية اصحاح 11 وعدد 14 انه ممكن يغير نفسه لشبه ملاك نور. ليه بيغير نفسه شبه ملاك نور؟ طب ما يجي يقول انا الشيطان علشان يخدعك، لان الناس ممكن تسمع كلام الملائكة انما هترفض كلام الشيطان. ومن هنا كتير الاباء يقولوا لنا كشف الفكر يساعد على اضعافه وفضحه. لما تكشف فكرك في سر الاعتراف لاب اعترافك، تكشف كل الافكار، الشيطان ما قدرش يخدعك. انما الفكرة المستخبية الانسان ما بيكشفهاش، سهل جدا ان الشيطان يخدع الانسان من خلال هذا الفكر اللي الانسان مخبيه في داخله. مرة واحد من الاباء قال ان قوة الشيطان تكمن في قدرته على خداع البشر، واذا فقد الشيطان هذه المقدرة على خداع البشر سيصير غير قوي. وفعلا كل قوته تكمن في ان بيخدعنا، لو هو فقد المقدرة على خداعنا هيفقد كل قوته. وزي ما قلت لكم من ضمن الاساليب ما يخلينيش اقتنع ان الفكرة دي من الشيطان، يقولك لا الفكرة دي مش من الشيطان. ومن هنا نشكر ربنا ان في الكتاب المقدس سجل لنا حوادث كتيرة نشوف بيها الشيطان ازاي بيخدعنا، وازاي الشيطان اقنع البعض ان دي افكارهم مش فكرة الشيطان علشان يوقعوا في العادات الرديئة. كتير من افكار الخوف اللي جوانا، افكار القلق، افكار الاضطراب، افكار اليأس، بتيجي اكنها مني انا، ولكن في الواقع الفكر ده بيكون الشيطان هو اللي حطه فيا. تلاقي واحد خايف بطريقة كبيرة جدا مثلا من الامتحانات بتاعته، خايف بطريقة كبيرة جدا على صحته، قلقان جدا جدا على اولاده، حاسس
بالفشل وباليأس، حاسس انه ما يقدرش ينجح في حياته، وهو مقتنع قناعة تامة ان ده الفكر ده من داخله، يقولك انا مقتنع ان انا مش هقدر انجح في الطريق ده، وهو لا يدري ان دي فكرة من الشيطان حطها في ذهنه، والانسان قبلها على انها فكرته وابتدى يحتضنها ويدافع عنها، والفكرة دي مش منه انما دي اتغرست فيه من الشيطان.